طلاب الفرقة الثانية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أنماط الأسئلة اللي ممكن تيجي لحضرتك في امتحان سواء الميد تيرم أو فاينل النهائي، لأن كتير من زمايلكم سألونا إزاي تيجي صورة الأسئلة في المالتي تشويس كويشن أو الإم سي كيو والرسومات بتاعة التشريح إزاي هتيجي وإحنا مش هنكتب بإيدينا، طب هنختار إزاي؟ فأسئلة الموضوعية اللي هي في صورة اختيار متعدد إزاي تتحط في مادة التشريح وإزاي نجاوب عليها، فحبيت أوضح النهاردة ليكم تايتلز بتاع الأسئلة اللي ممكن تيجي وأشكال الأسئلة والمهارات اللي ممكن تقيس عند حضرتك من خلال هذه الأسئلة، إزاي نقيس المهارات بتاعتك من خلال هذه الأسئلة. فالنهاردة بكل بساطة بنتكلم how to answer an anatomy exam، ازاي تجاوب امتحان تشريح في الصورة الجديدة بتاعت المالتي تشويس كويشن او ان هيجي لك 50 سؤال في الفاينل اختيار متعدد. فهو بيقول لك choose the correct answer of the following، اختار الاجابة الصحيحة من الاتي. على سبيل المثال the parotid lymph nodes receive the afferent from، بتستقبل الافرنت بتاعها منين؟ من الاي ولا من الإير ولا من الهيد ككل ولا كل اللي فوق دوت all of the above مما سبق كله. ده هي البروت الليمف نود، دي معلومة بتتذكر انت او بنعيد استرجاع المعلومة ان هي بتستقبل من كل هذه التركيب، فالإجابة الصحيحة تبقى هنا الدي اللي all of the above. السوبرفيشال سيرفيكال ليمف نود كفرد باي البراكيوسيفاليكس ماسل ولا الاومو ترانسفيرسس ماسل ولا الاسترنوسيفاليكس ماسل، ورقم دي بنقول اي اند بي يعني السوبرفيشال سيرفيكال ليمف نود او البريسكابولار ليمف نود. ايه اللي بتستغطى بايه؟ بالبراكيوسيفاليكس ماسل ولا بالاومو ترانسفيرسس ولا الاسترنوسيفاليكس ولا بالبراكيوسيفاليكس والاومو ترانسفيرسس؟ فالاجابه الصحيحه اللي هي رقم دي اللي هي اي اند بي اللي بيعمل كفرنج للبروت الليمف نود البراكيوسيفاليكس ماسل والاومو ترانسفيرسس ماسل. مرجو بالكيسس استراكشر ان ذا ستومك اوف، المرجو بالكيسس ده خلاص بقى انا دخلت كده هبدا اعمل، انا كنت بسترجع معلومه واحده غده او العقده الليمفويه الفلانيه بتستقبل افرنت بتاع منين، دي بتستغطى بايه او ايه اللي كفر ليها بتودي فين، انما هنا هبدا اشوف المرجو بالكيسس ده تركيب في الاستومك بتاعه انهي حيوان، انا عارف اصلا مسبقا من خلال مذاكرتي ان هي موجوده في الغوص، فبلاقي الاجابات اللي قدام في الدوج ولا في البيج ولا في الهورس ولا كل الحيوانات دي فيها المرجو بالكيتوس، لا هي موجودة فين؟ المرجو بالكيتوس ده الخط اللي بيفصل الجلاندولار عن النان جلاندولار ريجون في الاستومك بتاعت الايه بتاعت الهورس، يبقى الاجابة الصحيحة عندي رقم سي. ده كله اختيارات مباشرة او الانا الكنال بريزنت 3 زون كولامينر انترميديات اند كوتينيا زون، دي موجودة في ايه؟ موجودة في الدوج والبيج، زي ما شوف حضرتك دي اختيارات مباشرة والدوج البيك رقم سي all of the above رقم دي الهورس. all of the above هنا بتشير الى ايه؟ بتشير الى الاثنين اللي فوقها اللي هو الدوج والبيك. هنا الكنال او القناة الشرجية بتنقسم ليه ثلاث مناطق، منطقة كوتينيس او منطقة جلدية، منطقة انترميديات منطقة وسطية ومنطقة كلها من أرزون. القصة دي موجودة فين؟ موجودة في الدوج والبيج، يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا هتبقى رقم ايه؟ سي all of the above. النمبر اوف the bone in the thoracic cage of the horse او الهورس thoracic cage، هنا بدأنا نفكر بقى شوية، دي كانت اختيارات اللي سبق الاربع اسئلة اللي فاتوا دول كانت اختيارات مباشرة على طول، انما هنا نشوف بقى الثوراسيك كيج. الثوراسيك كيج اللي هو القفص الصدري، عاوز عدد العظام اللي فيه، احنا عارفين حضرتك ان عدد العظام في الغرس 206 عظمة ده في الهيكل كله، انما نعاوز الثوراسيك كيج. هو ايه اللي بيكون الثوراسيك كيج اصلا؟ الثوراسيك فيرتبري، عددهم كان في الغرس 18، في ازواج من الضلوع، الضلوع 18 زوج يعني ب 36 عظمه، بجانب ايه؟ بجانب عظمه الاسترنم او عظمه القص، يبقى حضرتك لو عددتهم كده يطلعوا كام عظمه؟ المفترض ان المعلومه دي تبقى حضرتك عارفها، فالاجابه الصحيحه بتاعتنا رقم سي اللي هي 55 بون.
فده بدأ حضرتك نختبر التركيز بتاعك او مدى استيعابك للقصة بتاعت الدراسة اللي انت درستها. انت عرفت ان الثوراسيك الكيش بيتكون دور ذا اليمين، الثوراسيك فيرتبري، لاترا اليمين الريبس، وفنترا ليبي الاسترنم، ده البوني ثوراكس او القفص الصدري العظمي. يبقى حضرتك تقدر تحسب لي عدد العظم اللي هي فيه. Which of the following statements regarding the horse stomach is true؟ ركز حضرتك في التايتل ده بقى، بيقول لك ان العبارات اللي جاية دي فيهم واحدة هي اللي بتنطبق على الاستومك بتاعة الهورس، يعني كل اللي جاي ده لا ينطبق او لا ينتمي للهورس، الاستومك بتاع الهورس، ما عدا ايه؟ ما عدا واحدة. نشوف حضرتك كده الاختيارات اللي قدام. simple monolocular يعني معدة بسيطة وحيدة الحجر، طب دي في الهورس ما اعرفش. كومباوند مالتي لوكيولر يعني معده كومباوند وعديده الحجرات، ولا كومباوند مونولوكيولر ولا نان اوف ذا اباف، مش في ده كله. الحصان المعده بتاعته بتبقى ايه؟ احنا معرفتنا ان فيها منطقه جلاندولر ومنطقه نان جلاندولر، تبقى دي كومباوند، وهي فيها حجره واحده ولا كذا حجره؟ هي حجره واحده، يبقى مونولوكيولر، يبقى كومباوند مونولوكيولر. يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتنا هي رقم سي، كومباوند مونولوكيولر. تركز حضرتك في التايتل بتاع السؤال. which of the following statements regarding the horse stomach is true؟ هي جمله واحده او اجابه واحده هي اللي ايه الصحيحه في السؤال ده. The following diagram لما نحب نجيب رسمة بقى نشاور عليه ازاي، او نقول لحضرتك ارسم ازاي، او قولي البيانات اللي عليه ازاي. The following diagram represents the location of the radially palpable lymph nodes in the cattle showing the placement of the clinician hand. يعني الرسمة اللي قدام حضرتك دي بتوضح الفحص بتاع البالبيتد والسوبرفيشال lymph nodes، الغدد الليمفاوية السطحية في الاوكس او في الكاتل سواء ذكر او انثى الابقار، وازاي بيفحصها. فاحنا حاطين ارقام لكل غده، فيجي يقول لك بقى select the number that indicates the following lymph nodes، قول لي الرقم اللي بيشير للليمف نودز دي. الريتروفارينجيال ليمف نودز اي رقم بيشير اليها، هل هو رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة؟ فالريتروفارينجيال ليمف نودز فين؟ رقم واحد دي الباروتيد، اتنين الريتروفارينجيال ليمف نودز اللي هي رقم اتنين، فتبقى الاجابه الصحيحه بتاعتنا رقم بي. نفس القصه اهو، السؤال يجي بشكل تاني، فين البريسكابولار ليمف نود؟ ايه البريسكابولار ليمف نود؟ اللي هي السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود اللي بيمثلها رقم اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا رقم خمسة. ادي البريسكابولار ليمف نود اهي اللي بيعمل لها بالبيشن او بيستحسها ده، لانها طبعا حضرتك عارف ان البريسكابولار ليمف نود والبريفيمولار ليمف نود دول بيبقوا بروجنوستيك او واضحين قوي في البلاد بارازايتس، بيتضخموا وبيبقى واضح التضخم بتاعهم ونقدر نشوفهم ونستحسهم بايدينا لما نعمل لهم بالبيشن من الخارج، فتبقى الاجابه الصحيحه بتاعتنا رقم سي اللي هي رقم أربعة، دي البريسكابولار ليمف نود. يقول لك برضو فين السوبرا ماماري ليمف نود؟ الغده فوق الذراعيه او الغده العقده الليمفاويه الذراعيه دي اللي هي رقم ستة هنا، دي في حالات الماستيتس او التهاب الضرع. ادي رقم سبعة، دي بتشير ان الكلينيشن او الطبيب ده بيرفع الضرع عشان يفحص السوبرا ماماري ليمف نود، دي في حالات الماستيتس بتتضخم بشكل كبير، فتبقى الاجابه الصحيحه بتاعتنا يقول لك يا رقم ايه، اربعة ولا بي خمسة ولا سي ستة ولا، فتبقى سبعة، فتبقى الاجابه الصحيحه بتاعتنا. وحاطط ايده فين؟ حاطط ايده هنا عند السوبرا ماماري ليمف نود، بيعمل لها بالبيشن. الشكل ده اصلا كله على بعضه كده اللي هو السوبرفيشال والبالبيتد ليمف نودز في الكاتلز، الغدد الليمفاويه السطحيه واللي ممكن اقدر استحسها من الخارج او جسها من بره الجسم في الكاتل. في دياجرام تاني، هو ذا فولوينج دياجرام ريبريزنت ذا هورس ستومك سيلكت ذا نمبر انديكيت ذا فولوينج ستراكشر. دي هورس ستومك اهي مفتوحه دياجراماتيك، عاوزين التراكيب، اي رقم بيشير للتراكيب الاتيه. الجريتر كيرفيتشر، فين الجريتر كيرفيتشر؟ اهو الجريتر كيرفيتشر بتاع الاستومك اهو، ايه اللي بيشاور عليه؟ يبقى رقم واحد صح، يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتنا هي ايه اللي هي رقم ايه، واحد. السؤال اللي بعده هتلاقي حضرتك هي عاوز الليزر كيرفيتشر، في الليزر كيرفيتشر اهو، ادي الليزر كيرفيتشر، يبقى رقم ايه؟ رقم اتنين اللي هو بيشير له بي،
زي ما حضرتك شايف اهو، ده الليزر كيرفيتشر. فين المارجو بليكيتاس اللي هو كان من الكاركترستيك فيتشرز بتاع الاستومك بتاعت الهورس؟ فين المارجو بليكيتاس؟ المنطقة دي اللي هي بتفصل النان جلاندولار ريجون عن الجلاندولار ريجون، فتبقى رقم دي اللي هي بتشيل رقم 4. حضرتك تعلم على رقم دي في البابل شيت بتاعك قدام السؤال رقم مثلا 12، اللي هو لو اعتبرنا ان ده بترتيب اسئلة يعني. لو قلنا ان انجلاندولار ايريا يبقى يشير لها رقم 3، تشوف حضرتك الحرف اللي هو بيشير لها من الايه لحد الدي وتشاور عليه. الابدومينال وول ان ذا ادلت سبيرس باي 5 ابريتشرز. الجدار البطن في الادلت بيخترق او بيبقى فيه 5 فتحات. ترو اور فولس؟ دي ترو. ليه بقى؟ لان احنا عندنا في 3 فتحات في الديافرام بجانب الفتحتين بتوع الانجوينال كانال، انما في الصغير هتلاقي فتحه الامبلايكال اوبننج كمان موجوده، فده فين؟ تركز انه في الايه، في الادلت. كونستريكشن اوف ذا اسوفاجس تيك بليس ات بيجيننج اند اون ذا كروسنج ذا اورتيك ارش اونلي. هل الاختناقات اللي بتحصل في الاسوفيجاس او المريء بتحصل عند بدايته وعند ما يمر من الاورتيك ارش بس، ولا في اختناقات تانية؟ انا مش عارف هل ترو اور فولس. فبنديك اجابتين ترو اور فولس، لا ده في اختناق تالت بيجي ساعه ما الاسوفيجاس يمر من الاسوفوجيال هايتس اللي موجود في الديافرام، يبقى الكلام ده كلام مش صحيح، يبقى الاجابه بتاعتنا رقم بي اللي هو فولس. دي كانت مجموعة من التايتلز أو العناوين أو أنماط الأسئلة المختلفة اللي ممكن تيجي لحضرتك، ممكن تفيد حضرتك في معرفة إزاي تعمل أبروتش أو إزاي تجاوب السؤال، وتعرف تركز في العنوان بتاع السؤال أو إيه اللي مطلوب منك في السؤال، وإزاي الدياجرامز أو الفيجرز الرسومات تيجي في الامتحان. حضرتك ما بتكتبش حاجة، حضرتك بتختار بس، فاحنا بنديك الاختيارات ازاي تختارها. الارقام والرسم مبهم فعليه ارقام، ممكن نقول لك ان الرسمه دي اصلا السيوتابل تايتل ليها ايه، او الفيجرز دوت ايه السيوتابل تايتلز ليه، الرسمه دي انسب عنوان لها ايه، ونديك مجموعه من العناوين بتنقي عنوان الرسمه اللي موجوده عند حضرتك. فده كان تبسيط لشكل الامتحان اللي ممكن يجي لحضرتك، وبالتوفيق للجميع، ولكم مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.